السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنشرح برنامج سواي الخاص بمايكروسوفت، وده هنستخدمه إن شاء الله عشان الناس اللي هي حابة تقدم في الـ MIEE أو مايكروسوفت إديوكيتور إكسبيرت. هنشوف إزاي بقدر أعمل ملف خاص بيا، وازاي اضيف كاردز جديدة فيه، والانيميشن بتبان ازاي من خلال الديزاين. كل ده هنشوفه ان شاء الله من خلال الشرح. طبعا اول حاجة انا بدخل على موقع office.com وبعمل تسجيل دخول. طبعا انا عشان كنت داخل قبل كده عليه فبيبان اللي هو اليوزر نيم بتاعي، فانا لو ما كنتش دخلت بيظهر معايا هنا تسجيل دخول، بضغط عليها على طول بيظهر لي اليوزر نيم والباسورد، بدخلهم اوتوماتيك بيخش على الحساب الخاص بيا بتاع مايكروسوفت. تمام. طيب بعد ما ادخل على حساب مايكروسوفت هيبقى معايا دلوقتي، بيبقى باين معايا الابليكيشن او التطبيقات الخاصه بمايكروسوفت اللي هي اونلاين. انا حابب ان انا اشتغل على برنامج سواي، باجي هلاقيه موجود عندي اهو اللي هو حرف الاس من الابليكيشن اللي هي موجوده في البار اللي هو موجود على ايدي اليمين، او لو بالانجلش هتلاقيه على اليسار. وفي طريقه تانية ان انا بجيب عن طريق اللي هي مشغل التطبيقات اللي هو التسع نقاط اللي موجودين في الاعلى دول، بلاقي برضو برنامج سواي. طبعا باي طريقه اقدر احصل عليه برنامج سواي برضو لازم نعرف ان هو بيكون اونلاين زي التطبيق اللي احنا بنستخدمه، وفي برضو بيكون سوفت وير اقدر انزله على الجهاز، وفي كلا الحالتين الاثنين بيؤدي نفس الغرض ومعظم استخداماته بتكون اونلاين. طيب انا بفتح السواي بتاعي الحساب بتاعي. طبعا لو انت انشات قبل كده بعض الملفات بتلاقيها موجوده تحت عندك هنا، في بيبدا معايا جديد اللي هو لو عايز انشئ صفحه جديده ما فيهاش اي ديزاينات ولا فيها اي قوالب موجوده بالفعل، فانا ببدا انشئ خطوه خطوه الملف بتاعي، او ابدا بمستند، وده لو في عندي ملف باوربوينت او ملف وورد او بي دي اف وعايز احوله لملف سوايب، ابدا احمله من هنا وابدا اشتغل عليه. تمام. في عندي بعض القوائم برضو او القالب بتبقى معروضه عليا من المايكروسوفت نفسها، وفي تحت كمان ملفات سواي برضو شغاله اقدر استخدمها ان انا اخد خبره منها او اعمل ايديت لو كان مسموح لي بالايديت. بيبقى معايا تحت هنا الملفات اللي انا استخدمتها، طبعا اهوت المايكروسوفت انوفيت اديوكيتور اكسبيرت ديت اللي انا كنت شغال عليها، الملف الخاص بيا. تمام. اقدر اعدله طبعا واقدر احمل له حذف او ديليت. في هنا ديت الملفات الاخيره اللي انا كنت شغال عليها. طيب انا هبدا عشان نخلي موضوع المستند والديزاين الموجود بالفعل اللي انا عدل عليه نخليه دلوقتي، هنبدا بانشاء مستند جديد وابدا خطوه خطوه مع الملف بتاعي. طيب اول ما بفتح الملف اللي هو هنشئ ملف بتاعي جديد، بيبان معايا اللي هو بيكون عندي اول حاجه الكارد او البطاقه الاولى. طبعا في فرق بين بطاقه بتكون اللي هي بنسميها هيدر او بيكون معايا بنسميه هيدنج، وفي فرق بين اللي هو التكست زي ما هنشوف او النص. النص ده بيكون مضاف تبع السكشن اللي انا شغال عليه، وهنشوف دلوقتي بالنص. هنكتب هنا مثلا العنوان بتاعي اللي هو مايكروسوفت انوفيتور اديوكيتور اكسبيرت، وهنا ببدا اضيف الخلفيه. طبعا قبل ما اضيف الخلفيه اقدر اعدل اخليه مائل اللي هو بنسميه تمييز، او اقدر اعمل emphasize او اللي هو بولد يكون بالشكل ده، ارتباط لو حابب ان انا الكلام ده لو كبس عليه الشخص او اليوزر يقدر يحوله على ويب سايت تاني او على صفحه معينه تانيه. تمام. وهنا طبعا اللي هو رايت فروم ليفت تو رايت او رايت تو ليفت. هنا الخلفيه او الباك جراوند لما بعلم عليها بيبدا يظهر لي المقترحات، اقدر ابحث هنا عادي خالص لو كتبت كلمه مايكروسوفت
هيبدأ يضيف لي أو أعمل بحث. الأول هيضيف لي هنا كل الصور اللي أقدر أستخدمها من مايكروسوفت. طب أنا مش حابب إن أنا أضيف من الأونلاين، عندي أنا الصورة اللي أنا هضيفها عندي اللي هي خاصة بيا. طبعا في ممكن تضيفها من على الوان درايف أو الفليكر ولا البينج في اليوتيوب كمان، لو في عندك عايز تاخد سكرين شوت من فيديو خاص بيك، أو إن أنا أختار من جهازي وهنا هيبين لي الملفات بتاعتي أو الصور اللي موجودة عندي. لو اخترت مثلا صورة زي ديت وقلت أوبن، بيبدأ يعرض لي الصورة، بس أنا مش عارف أو مش محدد هتكون المظهر بتاع الصورة ده أو اللاي أوت بتاعها في الديزاين أو في اللي هو الإكسكيوشن إزاي. هنشوف دلوقتي إزاي أقدر أحدد الفوكس بوينت أو الجزء اللي المفروض يتعرض مع الكلام بتاعي. طيب بحدده إزاي؟ بعد ما الصورة بتنزل هنا بضغط على كلمة الفوكس بوينت أو النقاط الهامة اللي هي موجودة ديت، وابدا بيبين لي هنا بيقول لي ده شكل عرض الصوره في جهاز الكمبيوتر ديسك توب وده عرضها في الموبايل. لا انا مش حابب كده، انا عايز اخد شكل عرضي للصوره يظهر بس اهم حاجه فيها الوجه مع كلمه سوي. باجي اضغط هنا على الوجه وبقول له هنا الفوكس بوينت، فبيبدا يقص لي او يظهر لي بس الجزء اللي المفروض يتعرض معايا. طبعا اقدر اضيف اكتر من فوكس بوينت، لو ضفت هنا كمان بيبدأ يجيب لي كمان الجزء اللي في الأعلى بس بيحافظ. طب أنا ضفت نقطة بالغلط وعايز أحذفها، برجع أكبس عليها كمان مرة بيبان معايا بس اللي هي النقاط اللي أنا عايزها. وطبعا الصورة بأكملها إن هو يعرض لي، لازم يعرض كل الصورة، وفي الحالة دي بيلغي لي اللي هي الفوكس بوينت، فأنا بحدد له الجزء اللي أنا حددته كفوكس وهيطلع عليها. وهنشوف دلوقتي في الديزاين هيكون إزاي. أنا حابب أشوف الديزاين ده فعلي على الصفحة الخاصة بالسوي، بضغط على كلمة ديزاين أو تصميم اللي موجودة فوق هنا، بيبدأ يعرض لي الأوتبوت بتاعي يكون إزاي. طبعا هنا بيكون الملف، وهنشوف الكلام ده إزاي أقدر أتحكم فيه في الكالرز بتاعته وغيره. طبعا هنا بيكون عامل لي بعض برضو العروض اللي أنا ممكن أستخدمها ككالرز على طول مباشر. طيب انا خلصت الجزء اللي هو العنوان الرئيسي، عايز اضيف تحته التكست مثلا وليكن اي نبذه عن الموضوع بتاعي، بضيف هنا بقى اللي احنا بنتكلم عليه هو نص، هضيف نص. بضيف النص هكتب اي جزء من كلام، خلينا ناخد كوبي من اي كلام موجود عندي هنا، هضيف هنا التكست بتاعي طبعا انجلش هنا بقى اللي هو ليفت تو رايت والرايت تو ليفت تمام، وهبدا انسق الكلام بتاعي برضو اقدر اخليه تمييز اللي هو مائل وابراز اللي هو بولد تمام. طيب بعد ما بخلص في عندي كمان هنا اللي هو حجم الكتابه داخل الكارد ديت، اقدر اكبره او اصغره على حسب ما انا عايز. وطبعا امر الديليت ده لو انا عايز احذفه او اخطات في اضافه الكارد ده عايز احذفه من جديد. طيب بعد ما ضفت هنا برضو كل ده انا بضيف في سيكشن واحد، لو خدنا بالنا شايفين السيكشن الاول اللي هو العنوان كل التفاصيل دي منضافه معاه تمام. خلينا نضيف كمان هنا، طبعا هنا لو عايز اضيف حاجه تانية بعد العنوان التايتل الرئيسي كنت انا نسيتها اقدر اضيفها من الذات، او ان انا عايز اضيف بعد التكست ده اضيف مجموعه صور مثلا اقول له عرض متسلسل من الصور. طيب المجموعه هنا بيقول لك ضيف المحتوى اللي انت عايزه، هبدا اضيف صوره تمام، برضه هقول له المقترح بتاعي ان انا هضيفه من على الجهاز، وابدا احدد له مثلا وليكن مجموعه الصور دول تمام، واقول له اوبن، بيبدا يضيف لي الصور اللي المفروض هتتعرض معايا الخاصه بالشريحه دي. طبعا هو زي قريب جدا من الباوربوينت، بس الفرق بينه وبين الباوربوينت ان هو بس صعوبه التحكم في الكاردز او السلايدز اللي هي الخاصه بيه. طيب بعد ما ضفت كده انا عايز اشوف العرض بتاعي، برجع دايما ببني التصميم بتاعي. وطبعا طريقه العرض ده هنتحكم فيها دلوقتي، اهو لو خدنا بالنا هنا الصور اللي هي انا ضفتها بتتعرض بمجرد ان انا اكبس عليها بتبدا تتعرض. يعني ممكن لو ضفت هنا الشهادات تقدر برضو تعمل زوم للي هي الكتابه اللي عندي ديت، وكمان اقدر اغير عندي من الانماط ككالرز هنشوفها دلوقتي برضو، وبرضو الحاجات دي كلها نعرف الفايده بتاعتها ايه دلوقتي. طبعا هنا تشغيل ده اللي هو اكنك بتعمل بالظبط عرض شرائح في الباوربوينت،
تمام. طبعا بس عشان ضاغطين هنا شايفين برضو، عشان لما باجي على لفات الصور بيبدأ يبان معايا كأنه زي ويب بيج كده خاصة بيا. برضو الصورة لو كبيرة اقدر اتحكم فيها، وهنشوف دلوقتي برضو ازاي. ارجع تاني على تحرير عشان ارجع للملف بتاعي، وارجع على الشريط القصصي اللي هو الخاص بي. طيب انا خلصت اللي هو الجزء الاولاني او العنوان الرئيسي ده، حابب اضيف سيكشن تاني جديد خالص. ببدأ اضيف من هنا، طبعا اضيف اضافة واختار عنوان، دي شريحة تانية وليكن السؤال الاول او كويتشن. طبعا احنا اتفقنا ان في بيبقى في عندي 4 كويتشن لازم اجاوب عليها. هنقول كويتشن 1 مثلا information about you. طبعا مش ده السؤال، بس احنا حبينا نكتب بس عشان نعمل سلايد جديده او كارد جديد ونشتغل عليه. طيب الجزء الاولاني ده برضو اقدر اضيف صوره عندي، عايز اضيف من هنا ممكن اهوت اضيف صوره عاديه خالص واقول له اضافه من فوق، هتبدا تنضاف معايا وتبان في الشكل. برضو هنا اقدر اضيف بقى من ضمن السكشن، لو خدنا بالنا شايفين ده بقى سكشن لوحده اهوت، اقدر اضيف تاني هنا برضو مجموعه صور تانية خالص. اقدر كمان اعمل دراج اند دروب، لو سحبت كده اقدر اضيف عادي خالص الصوره. تمام، لو حبيت اضيف مجموعه صور بضيف من هنا واختار عرض متسلسل، تمام، وابدا اضيف المحتوى هنا عباره عن صور. فين الصور عندي؟ بختار من الجهاز بتاعي واحدد مثلا الصورتين دول مع الصور ديت واقول له اوبن. طبعا بيبقى بقى عباره عن شهادات او الملفات اللي انا حابب اعرضها، صور من الحصص الدراسيه او تطبيقك لبعض برامج المايكروسوفت، بتكون محتفظ بالصور عشان تضيفها زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طيب بعد ما ضفت هنا بقى السكشن الثاني اهوت، ده جزء ثاني اللي هو خاص بي كويشن 1، يبقى العنوان خاص لوحده سكشن، وادي السكشن الثاني الجزء الثاني. لما نيجي نعمل برضو تصميم هيبان معايا، خلينا نرجع من الاول من فوق اهوت، ادي الجزء الاول. بعد كده هيجي طبعا ده اللي هو كويشن 1، يعتبر السلايد نمبر 2، وبيبدأ تحتها برضو انا حطيت صورة وبعد كده ضفت مجموعة الصور بتاعتي. تمام، طيب انا عايز اغير الكالرز ديت، مش عجباني اللي هو اللون والاشياء ديت. باجي على الانماط بيبان معايا بعض المقترحات، يعني شوف لما بختار كده بيبدأ يغير لي على حسب الشكل اللي انا اخترته. تمام، واقدر كمان الخطوط نفسها، خطوط الكتابة طبعا بيفرق بقى لو عربي او انجليش، بيبان على حسب اللون او الكلر والديزاين اللي موجود عندي. طيب حابب ارجع تاني كما كنت، تمام، بعمل اللي هو عرض في هنا الاول، نسيت اقول على الجزء ده، هنا اقدر اعمله كعرض شرائح او كافقي او عمودي، هو باي ديفولت بيكون عمودي. خلينا نشوف الافق هيبقى عامل ازاي. لو اخترت افقي تمام بيكون العرض بتاعي زي ما احنا شايفين. خلينا الغي الجزء بتاع الانماط، شايفين بيكون افقي. طبعا في شريط التمرين تحت اهو بيكون كده. طبعا انا غيرت في الالوان، خلينا نرجع تاني نعمل تراجع عن الاختيار ونرجع للاول. ايوه ده الجزء الاولاني. لو اخترت افقي وقفلت هيبدا العرض بتاعي عرض الشرائح افقي زي ما احنا شايفين، وبرده في نفس الموضوع برده اللي هو الانيميشن موجود. طبعا ما فيهوش انيميشن كتيره زي الباوربوينت، نفس الشيء اهوت ده الجزء الثاني. وفي النوع الثالث والاخير اللي هو نظام الشرائح اللي هو كده زي ما احنا شايفين، وبقدر اقلب بين الشرائح من خلال اللي هو الارو اللي موجود تحت عندي يمين ويسار اللي هو كده، بيبدأ يجيب لي عرض شرائح كأنه زي الباوربوينت برضو في الانيميشن. طبعا ديت مين من الخانة اللي هي اسمها انماط، وبقدر كمان اعمل تخصيص، اقدر اخصص الوان محددة مثلا بالنسبة للعناوين تكون بالنوع الايه، نوع الخط نفسه
عايزه غامق ولا خفيف شوية بالنسبة للحركة بتاعتي. حجم النص نفسه ممكن أكبر وأصغر عادي زي ما أنا عايز في الخطوط. طبعا كل دي بترجع لكل واحد حسب ذوقه، تمام. والكالرز برضو كمان نسيت برضو هنا الكالرز من الألوان بتاعتي، أقدر أعمل تخصيص وأختار لون معين أكتبه عن طريق الكودينج اللي هو 255. مثلا اللون الأحمر بيكون 255 00، واللون الأخضر بيكون مثلا 0 255 0 وهكذا. طبعا ده نظام ألوان، فأنا بريح دماغي وبختار كالرز من اللي هي الثوابت اللي موجودة عندي، تمام. طيب بعد ما بخلص الجزء ده أرجع تاني للشريط القصصي. في عندي كمان من ضمن الإضافات، خلي بالك من النقطة دي، لو جيت ضفت على الزائد دي هيضيف في نفس المحتوى اللي احنا شغالين عليه او السكشن اللي انا شغال عليه اللي هو كويتشن 1. انا عايز اضيف كويتشن 2 مثلا، باجي في النهايه خالص كده واضغط وبعد كده اختار عنوان جديد واكتب هنا مثلا كويتشن 2، كويتشن 2 why you need this certificate. طبعا انا بألف الاسئله، طبعا الاسئله بتاع مايكروسوفت بتبقى موجوده لما بتدخل عشان تعرف الشروط، بتلاقي موجوده الاسئله اللي المفروض تجاوب عليها، تمام. طيب برضو بنفس الطريقه هختار باك جراوند، خليني اختار باك جراوند تانيه وليكن الجزء ده، وهبدأ برضو اعمل هنا اضافه واختار الفوكس بوينت عشان احدد برضو الكلام هيبقى ظاهر ازاي. طبعا هنا بتعمل ابلود للصورة. طيب بعد ما انضافت انا حابب اضيف حاجة تانية، احنا اخترنا اهوت اللي هي الجزء الخاص بيا هنا. طبعا هنا برضو اقدر اعمل تحميل لصور او ملفات تانية اخرى. النص طبعا في عندي عناوين رئيسية، في عنوان 1 و2، واحد ده اللي هو بيكون اكبر حجم خط، عنوان 2 بيكون اصغر شوية، والنص اللي هو بيكون تكست عادي. طيب ايه هي الوسائط لو حابب اضيف فيديو؟ انا حابب اضيف ملف فيديو، باجي اضيف من هنا عن طريق فيديو. طيب هنا اقدر اضيف فيديو من الفيديوهات الثابتة اللي هنا مثلا، وليكن هنضيف ده الفيديو ده، وهوريكم كمان ازاي اقدر اضيف من عندي من على الجهاز طبعا من خلال اللي هو المقترح، او اضيف من اليوتيوب. خلينا نضيف حاجتين اتنين، ادي الجزء الاول من خلال السيرش بعلم واعمل اضافه، تمام، وهنسميها ديت مثلا فيديو 1. طيب اضيف كمان فيديو برضو من الوسائط واختار فيديو، هنا المره دي هقول له من المقترح ضيفه لي من اليوتيوب. خلينا نبحث هنا على سوي او نكتب مثلا مايكروسوفت اكسبيرت مثلا واعمل بحث، وليكن اختار مثلا اي فيديو من دول، نختار مثلا الفيديو ده وبرضه بقول له اضافه، ده رابط من اليوتيوب، ونكتب فيديو 2 اخر نوع من الفيديو اللي هو يكون موجود عندي على الجهاز بتاعي، واختاره من هنا واختار من جهازي وابدا احدد عندي موجود على الجهاز. في مثلا نضيف اي فيديو من هنا وليكن ده ملف تاني. طبعا هنا نضاف الفيديو اهوت، هيبقى ده فيديو 3 وهنخليه مثلا ماكسمايز بالنسبة للتكست. خلينا نشوف التصميم كده، هنرجع من الاول. ايوه انا عامل اللي هو نظام العرض التصميم، خلينا نرجع تاني خليه هو نظام عمودي، تمام. طبعا هنا دي بداية الصفحة، دي الجزء الاول كويتشن 1 ودي كويتشن 2، بيبدأ بقى معايا الفيديو. هنا انا كنت مكبر حجم الفيديو اللي هو الماكسمايز ده، بيبان اهو من المصدر اللي انا عملته ده بتاع اليوتيوب، نفس الشيء برضو بس كنت عامل الحجم الوسط، وهوري لكم في الاعدادات برضو هيشتغل من اليوتيوب، وده اللي انا رفعته من عندي، تمام.
يبقى ده الثلاثة فيديو اللي أنا اشتغلت عليهم. طيب خلينا نشوف بقى حاجة جديدة تانية برضو، محتوى من هنا برضو من الإضافة. هنختار المجموعة، احنا خلصنا المقترح والنص والوسائط. ايه المجموعة دي؟ طريقة عرض الصور. في عندي انا اخترت اللي هو العرض المتسلسل. خلينا نشوف التلقائي والشبكة والمقارنة. نختار مثلا المقارنة، هبدأ اختار من هنا، نضيف من على المقترح برضو، نكتب مايكروسوفت، بس مايكروسوفت بس، هيبدأ يعرض لي الصور. انا عايز اختار الصور بس، هبدأ اضيف مثلا ادي الصورة الاولى، ادي الصورة الثانية، تمام. ونشوف العرض بتاع التصميم هيكون ازاي، زي ما احنا شايفين كده. ديت الصورة اللي معروضة، صورتين اتنين جنب بعض، بنسميه نظام المقارنة. او لو حابب اضيف صور بطريقة مختلفة تانية، مجموعة، اختار نظام الشبكة، وهنا هبدأ اضيف احمل مجموعة صور، اختار من هنا من المقترح، ممكن اعلم هنا، اختار اكتر من مجموعة صور وليكن المجموعة ديت، واقول له اضافة. هتبدأ تنضاف هنا بطريقة الشبكة. نرجع كده نشوف في التصميم، اهو عرضهولي بنظام مربعات شبكة كده، زي اللي بتظهر معانا اللي هي في بعض المواقع او الويب سايت. برضو اخر نوع اللي هو التلقائي، وده بيعرض بصورة تلقائية الصور بتاعتي. هنا اطلع بره برضو واختار مجموعة واختار تلقائيا، اضيف برضو من هنا المحتوى، اضافة محتوى صور، برضو نختار مجموعة صور تانية مختلفة ونشوف التلقائي بيعرضها لي ازاي، واضافة طبعا هتنضاف. نروح في التصميم، بتنضاف بطريقة تلقائية تحت بعض زي ما احنا شايفين. وهنشوف دلوقتي لما اعمل بلاي هيتعرض معايا ازاي. طيب كده الجزء الخاص بالإضافة أو بكل ملفات السويق. اللي حابب أأكد عليه، إما تكون هتضيف سيكشن جديد أو صفحة، تبدأ صفحة جديدة بعنوان جديد، لازم أضغط في الآخر خالص في الأسفل. لو هنا عند الصورة دي وعملت زائد، بيقول لي أنت عايز تضيف صورة، لأن أنا هضيف صورة لنفس المحتوى ده. يعني الصورة اللي هي كانت مقارنة عندي صورتين اتنين، اقدر اضيف بعد الصورة ديت، او واقف هنا كده، اقف هنا واعمل برضو زائد من الجزء ده واقول له اضافة صورة. انما لو هضيف محتوى جديد او صفحة شريحة جديدة، لازم انزل تحت خالص على المربع الاخير وابدأ اضيف عنوان، نص، صورة، متسلسل، او ان انا احمل ملفات خاصة بي. طيب في العرض بتاعي لو عملت تشغيل، بيبدأ يعرض لي الملف بتاعي كله كأني بعمل عرض للشرائح، وابدأ اشوف البرزنتيشن بتاع الملف بتاعي. بيبقى طبعا على حسب ما انا عامل التطبيق بتاعي او الملف، بيختاره بنفس اللي انا نفذته. طيب لو انا خلصت وحابب اعمل شير، بعمل مشاركة للملف بتاعي، طبعا انا عملت كتير هنا مشاركة، بيبدأ يقول لي هل انت عايزه عرض ولا تحرير؟ تحرير ده يبقى انت بتسمح للشخص التاني ان هو يقدر يعدل، ياخد نسخة من الملف ده ويعدل عليه، او ان عرض بس ان هو يشوفه. وابدأ انسخ، اعمل كوبي للرابط ده، وهو ده الرابط اللي انا بضيفه على الوان درايف اللي بيطلع عليهم بتوع مايكروسوفت عشان يشوفوا السوي بتاعك الخاص بك. ده بيكون الرابط اللينك بتاعي، تمام. طيب في حاجة تانية، انا حابب ان الملف ده احتفظ بيه كملف وورد او بي دي اف. باجي من هنا من الثلاث نقاط دول واقول له تصدير، وهنا في التصدير بيقول لي انت عايز تصدره كوورد ولا كبي دي اف. بختار النوع اللي انا عايزه مثلا بي دي اف، وهو اوتوماتيك بيحفظه لي كملف بي دي اف عندي على الجهاز، بحيث ان انا احتفظ بيه لو حبيت اعمل له برنت. برضو اقدر ان انا اعمل برنت على طول، طباعه من هنا جاهز، او حفظ كقالب، او ان انا اعمل تكرار دوبليكيت لنفس الملف ده لو حابب اعمل عليه شيء تاني. اتمنى اكون غطيت معظم الحاجات اللي موجوده في السوي، وان شاء الله طبعا في ناس تقدر تبدع في التصاميم والالوانات الكالرز والحاجات ديت. استنى برضو منكم التعليقات، لو في حد حابب يستفسر عن جزئيه معينه
في الاعدادات الخاصة بالسوي او الانيميشن، يبقى يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله بإذن الله برد عليه. شكرا ليكم ونشوفكم على خير في فيديو جديد.